بعد اشهر قليله يتم تحويل السؤال ده، شكون الذي كان مدير دار الثقافه، يتم تحويله ويؤتى بشخصيه مقربه من مدير الديوان اصلا. تاتينا احنا نريد توضيح، اذا كان ثم توضيح، اذا كان رئيس الجمهوريه يحكي عن مناظرات وشفافيه، ولكن ثم مجرمه داخل كي يقول سي بحري، مجرمه معششه في الوزارات، وربما الوجه القبيح برشا يكون في وزاره الثقافه. استاذ بحري، سي جعابي يحكي عن مواجهه بعد ايام قليله من 25 جويلية، دور المثقف باش ينتصب يدافع مع الدبابه، هو دور المثقف هذا؟ لماذا استعجل الامر في 25 جويلية حتى ياتي بعد عامين سنين يحكي في المواجهه؟ طبعا الكثير من الذين يشتغلون في الحقل الثقافي، حتى لا اقول المثقفين، الذين يشتغلون في الحقل الثقافي مرتهنون سياسيا وايديولوجيا، ودائما يبحثون عن القرب من السلطة لاستعمالها. هي تحاول أن تستعملهم بالتأكيد، أي سلطة تحاول استعمال المثقف، والمثقفون الإيديولوجيون يحاولون التسلل إلى مفاصل الدولة والتقرب من السلطة لاستعمالها ضد خصومهم الإيديولوجيين. وهذا حصل دائما مع بورقيبة، مع بن علي، ويراد أن يحصل الآن تحديدا. في الأصل المثقف يشتغل على الدفاع عن الهوية الإنسانية، حتى نوسع مفهوم الهوية، ليس بالمعنى الإيديولوجي ولا بالمعنى العرقي ولا بالمعنى يعني الهوية الجزئية، نحن كعرب، نحن كتونسيين، نحن كمسلمين، هذه هويات ضمن دائرة كبرى، وهي الهوية الإنسانية التي فيها مشتركات كبرى. يعني هؤلاء أقصد الذين يستعملون الثقافة كسلاح إيديولوجي أو كمخبأ، مخبأ لمقاتلين إيديولوجية، هؤلاء يحاولون أيضا استعمال السلطة، فإذا رفضت ينقلبون عليهم. هذا حصل في كل المراحل وسيحصل مستقبلا، أقول بوضوح، مع قيس سعيد إذا لم يترك لهم الأمر. أتكلم عن التيار الفرنكفوني التغريبي الذي يسأل ذات علاقة بقول الهوية الإنسانية. نعم. وقد تكون، قد تكون في علاقة بالهوية الهوية اللغوية العربية، الهوية العقدية للشعب، مسألة المساواة في الميراث مثلا التي يقف ضدها، أيضا عدة مسائل أخرى. ومنها يعني عندما يتكلم عن الدفاع عن المشترك الأخلاقي، هؤلاء لا 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 يعترفون هذه الضوابط، حتى في بيانه قال قلنا هذا خط أحمر، يعني بالنسبة لهم الحديث عن الأخلاق خط أحمر، الأخلاق وكلام رجال. في الواقع عندما نتكلم عن الأخلاق حتى في الفلسفات، في الفلسفة اللادينية، نجد حديث عن الأخلاق، عن المعايير الأخلاقية في علاقة بالإنسان، بكرامة الإنسان، بالهوية الإنسانية، حتى عندما نتكلم عن النفعية في الأخلاق، يتجاوزون هؤلاء الجسدانيين الذين يشتغلون على الجسد والإثارة، وهؤلاء يشتغلون في سوق حقيقة، يعرضون أشياء، لا يعرضون معاني، لا يعرضون أفكارا، لا يعرضون قيما، لا يعرضون أشواقا، لا يستحثون الناس على أن يقوموا لذواتهم، لأنفسهم، لأوطانهم. الفنان الذي جيء به، أنا سمعته في حوار مع أحد الصحفيين يتحدث عن دولة أظن أنها أعطته الجنسية، يقول تلك دولتي وأنا سعيد بانتمائي لهذه الدولة وحكامها يمثلونني ودولتي لا تمثلني. هذا الجعايبي حرفين يقول هذا الكلام. الجعايبي؟ لا لا لا، الفنان الذي، نعم، الفنان الذي جيء به. نعم. يعني أي مثال يمكن، أي مثال يمكن أن نعطيه هذا الشخص لشبابنا ولبنات؟ هذه كل بلادي لا تمثله، يعني بلاده في خط المواجهة مع العدو، ويقول أن القرار الذي تأخذه تلك الدولة أعطته، وهي دولة مطبعة أعطته الجنسية، أن كل قرار يمثلني. ما معنى كل قرار؟ قرار تطبيع. نعم. وينطق هذا الكلام، أنا أدافع عن رمزية قرطاج، أدافع عن رمزية الموقف التونسي المشرف، أقوى موقف داعم للمقاومة حصل في تونس،
منذ 7 أكتوبر، يعني شباب بنات وأولاد إلى منتصف الليل يرابطون في شارع أبي بورقيب والشعارات لا يكفون عن الشعارات. يعني نحن الكبار كنا حاضرين وتعبنا من الوقوف، وهؤلاء لم يتعبوا. يعني هناك عمل مقصود، أنا أقول هناك عمل مقصود لإطفاء هذه الجذوة التي عند الشباب، جذوة المقاومة. ورأينا ما يسمى بدخلة البكالوريا اللي تلمذتنا، شيء مشرف جدا، رأينا في الملاعب الشباب في الملاعب، هذا ربما أتاحه الملاعب الكروية ملعب. فيراد إطفاء إطفاء هذه الجذوة حتى لا تتحول إلى وعي، لأن دائما الوعي يبدأ بانقداحات تتحول إلى أشواق ثم إلى أسئلة ثم إلى وعي. لا يريدون ذلك، فيأتون بالتافهين الذين يشتغلون على تدمير الوعي وتدمير الذات. نحن ندافع عن الذات الإنسانية، ما نحن ندافع عن سيدي، ما نحن ندافع عن الدين، الدين ولا لا الدين، وما حرام، جهنم واسع والجنة واسع، ما نحن دعاة سيدي ولا نقضات، احنا مقاومون، يقاوم ونكبر كل من يقاوم سواء كان متدين ولا لايكي ولا اللي هو. يعني هؤلاء مجرمون، هؤلاء أقول بوضوح هؤلاء مجرمون، ويجب أن يعاملوا باعتبارهم مجرمين وبنفس المعايير التي نعامل بها من يحتلون الأوطان. تدمير الإنسان أخطر من الخطر وليس من الخطورة، أخطر من تدمير البنيان والعمران، لأن هذا يمكن إعادة بنائه. هؤلاء يدمرون الزواج، يدمرون الشباب، هؤلاء يدون تخنيث الرجال، هؤلاء أوباش، ويغرفون من خزينة الدولة ومن مال الدولة. وأي مسؤول في الدولة غير محترم ما لم يضع هؤلاء في أحجامهم. دعنا من معارك الصغرى، أنا لا أخوضهم، ودافع عن المعارك الكبرى. نعم، أي مسؤول يحترم نفسه يضع هؤلاء في أحجامهم، لأن الوطن لا يكبر قدامه أي كان، والسيادة الأوطان وكرامة الإنسان لا يكبر أمام هؤلاء الأوباش. نعم أستاذ أحمد سويعي،